أكيد رشا، يعني لحظات مؤلمة عاشها كل من تعرض للزلزال بشكل مباشر. بدنا نتمنى هيك الصبر لقلوبهم، ويا أمين. رب إن شاء الله الأيام الجاية تكون أفضل على كل الناس وعلى كل السوريين وين ما كانوا. وصلنا لختام صباحنا غير، ورح نكون أيضا ضمن الجهود التطوعية والإغاثية. اليوم ما ضل يمكن جهة رسمية أو غير رسمية، المجتمع الأهلي، الجميع استنفروا اليوم لتقديم دعمهم لمتضرري الزلزال بكافة المحافظات السورية، وأكيد منهم رشا اتحاد شبيبة الثورة. أكيد كل حدا من مكانه كان متواجد على الأرض، وكل حدا ضمن الإمكانيات المتاحة، كان من المنظمات، الجمعيات والمؤسسات. وشفنا أكيد في كان شيء فردي، يعني شيء شخصي، حبي شيء يكون موجود مع أهلنا بالمناطق المنكوبة. اليوم اتحاد شبيبة الثورة كمان كان إلى دوره بفريقة التطوعي، رح نحكي أكثر اليوم كيف كان جهودهم ضمن هي المناطق، وشو كان برنامجهم، هل كان في داتا عم يشتغلوا عليها أو مثل باقي المؤسسات، بأنه كان الوضع بشكل مفاجئ. فرحنا للعمل الخيري الإنساني، خلينا نقول على النية، وبعد أكيد تم التنظيم وتنظيم داتا اشتغلوا عليها. ضيفتنا لليوم هي الرفيقة سولينا حمادي، عضو قيادة منظمة اتحاد شبيبة الثورة ورئيسة مكتب العمل التطوعي والمخيمات المركزي في المنظمة. صباح الخير. يسعد صباحكم. يسعد صباحك، وأهلا وسهلا فيك. متطوعون من أجل الوطن هو الاسم اللي اخترتوا تنطلقوا، أو الشعار اللي اخترتوا تنطلقوا من تحت هذا الاسم لمساعدة جميع أهالينا المتضررين في كافة المحافظات السورية. خلينا نحكي اليوم عن نشاطاتكم اليوم لدعم المتضررين من الساعة الأولى للزلزال لحد اليوم. طبعا نحن منذ تأسيس المنظمة، منظمة اتحاد شبيبة الثورة، كان شعارنا متطوعون لأجل الوطن، وليس فقط في هذه الكارثة التي ألمت بنا كشعب سوري، وليس فقط في المناطق التي تعرضت للزلزال. منذ اللحظات الأولى كانت الفرق التطوعية متواجدة، ساعدت جنبا إلى جنب مع الدفاع المدني، قامت بإنقاذ الضحايا اللي يعني سقطوا نتيجة هذا الزلزال، أيضا ساهموا بترحيل الأنقاض، وأيضا كان أيضا لدينا عمل وهو الجانب الإغاثي اللي كان أيضا يعني تم التوجيه للفرق التطوعية لحتى يكونوا موجودين، وتجهيز المراكز الخاصة بمنظمة اتحاد شبيبة الثورة. لدينا نحن مقرات تم افتتاحها لاستضافة أهالينا الكرام. طبعا في حلب لدينا 7 مراكز، وهي مقرات روابط بالإضافة لمراكز أنشطة شبابية. بحما لدينا أيضا 3 مراكز، في اللاذقية لدينا مركزين، في طرطوس أيضا يعني من باب أيضا الاحتياط تم تجهيز مقر فرع الشبيبة ومركزين، أحدهم في عنازة والآخر في بانياس. هي يعني جهود المنظمة يمكن ليست كباقي الجهات، يمكن تكون منظمة ومدروسة، لأنه ضمن عمل المنظمة في خطة مسبقة يتم العمل عليها، يتم إعدادها من قبل قيادة المنظمة، يتم وضع برنامج تنفيذي لهذه الخطة، يتم العمل عليها من خلال فروع المنظمة والروابط والوحدات. لكن يختلف الأمر في هذه الظروف التي نعيشها، حرب 12 سنة على سوريا، من خلال الكوارث اللي عشناها، فأيضا كان العمل باتجاه العمل الإغاثي والإنساني. صار في عنا تجربة تماماً. سابقة، يعني الشباب كانوا متواجدين، يعني نحن مثل ما ذكرت ضمن خطة يعني عمل المنظمة، يعني وعلى مدار العام والبرامج التنفيذية الخاصة فيها، يعني تأهيل الشباب بشكل دائم لحتى يكونوا متواجدين في كل مكان. وإنما يعني خلال الحرب على سوريا يعني صار في تغير بهذا العمل، اتجهنا إلى العمل الإنساني والعمل الإغاثي. مثل ما بنعرف يعني 12 سنة حرب على سوريا، كانوا شبابنا يعني متواجدين، كان حتى في عنا تجربة بتفريغ حمولة الطائرة
الزيارات اللي كانت. صحيح سولين، عم شوف بعض اللقطات لكم لاعمالكم على الشاشه عم تمرق وحضرتك عم تحكي. وقت نقول تواجد عم نحكي نحن على عمل للمنظمه ضمن المناطق المنكوبه. اليوم رحتوا على حلب، رحتوا على اللاذقيه، كنتوا متواجدين بحما. طيب اليوم شو هي اهم الاعمال اللي قامت فيها المنظمه على جميع الاصعده؟ نعم، نحن كما ذكرت كانت اللحظات الأولى هي لعمليات الإنقاذ والمساعدة في يعني جنبا إلى جنب مع الدفاع المدني. بالإضافة لهذا العمل اتجهنا إلى الجانب الإغاثي، من خلاله تم افتتاح المراكز لاستضافة أهالينا الكرام في هذه المراكز. طبعا بعد منا يعني شبابنا كانوا متواجدين وبكثافة من اللحظات الأولى من الساعات الأولى من خلال حملات التبرع بالدم اللي شفناها بشكل منقطع النظير، وهذا منو غريب على الشباب السوري ولا على الشعب السوري اللي كانوا متواجدين كمنظمات وجمعيات وحتى كأفراد طبعا لتأمين هذا الدم لضحايا أو لجرحى الزلزال. وين كانت الحملة؟ بدمشق واللاذقية؟ طبعا نحن كنا متواجدين في كل المحافظات. في دمشق كانت حملة تبرع بالدم مركزية في نقل الدم جامعة دمشق بمشاركة 600 متبرع ومتبرعة. أيضا هذا الموضوع كان أيضا متواجد في كل المحافظات ولم يقتصر فقط كما ذكرنا أنه بالمناطق اللي تعرضت للزلزال. طبعا بالإضافة لشبابنا يعني الفرق التطوعية المنتشرة في كل المناطق يعني وعلى كامل الجغرافيا السورية. نحن لدينا من ناحية موضوع الانتشار والوصول لدينا 145 رابطة موجودة في كل منطقة. نحن كمنظمة متواجدين كريف ومدينة اليوم يعني صار الاستثمار بكيفية توظيف هذه الفرق التطوعية لإيصال هذه المساعدات لأهالينا اللي تعرضوا للزلزال منذ اللحظات الأولى، وما زال العمل مستمر يعني حتى هذه اللحظة ما زال شبابنا وفرقنا التطوعية يقومون بتجهيز وتأمين احتياجات أهالينا المتواجدين بمراكز استضافة يعني من كل شيء كان يعني من اللحظات الأولى يعني تأمين الأحرامات، تأمين الفرشات، تأمين الأدوية، تأمين الأغذية والعمل عمل جبار كان تماما يعني. وهذا دليل على أنه الشعب السوري على قلب واحد. يعني أكيد كانت الكارثة كبيرة وهزتنا جميعا أكيد. بس بالمقابل يعني نحن هذا نحاول نضمد هاي المحبة شفناها من كامل الشعب السوري هي مانا غريبة على الشعب السوري. خلينا نحكي اليوم، حضرتك ذكرتي في مراكز بمختلف المحافظات السورية هي تابعة لكم، أنتم مسؤولين عنها بشكل كامل يعني بتأمين الوجبات بتنظيمها بعمليات التنظيف كل هي بتكونوا مسؤولين عنها ولا لا بس حضرتكم انتم امنتوا المكان لاقامه اهالينا المتضررين فيها؟ تماما، هيدي المراكز استضافه اهالينا الكرام كما ذكرت تم يعني تامين كل ما يلزم في هذه المراكز من قبل منظمة اتحاد شبيبة الثورة. طبعا نحن كما ذكرنا تم يعني توجيه يعني كافة الجهود والفرق التطوعية ليكونوا تحت تصرف اللجنة الفرعية للإغاثة المتواجدة في كل محافظة لحتى يتم توظيف هذه الكوادر بشكل صحيح. نحن كمراكز تم تأمينها بكل ما يستلزم من لأهالينا من كل شيء يعني تم العمل عليها من قبل المنظمة كما ذكرنا أدوية، أغذية، حليب أطفال، كل ما يلزم حتى على مستوى الحرامات والفرشات كانت مؤمنة من قبل منظمة. تشكر جميع جهود اليوم. كمان لفتنا اليوم تواجد المنظمة بمطار دمشق الدولي، وأنا شفتهم يعني أنا كنت بالمطار كان عندي رسالة منك وشفت فجأتي اليوم بشباب موجود على متن الطائرات يعني عم يساعد بإفراغ حمولة الطائرات يعني فهيك استوقفني هذا المنظر وهيك
بيثلج القلب وقت بتشوفي اليوم في فزعة حتى من أشخاص اليوم هنن بعيدين تماما عن عمل المطارات ولكن هنن موجودين عم بيحملوا وينزلوا هدول الأغراض. خلينا نحكي اليوم عن تواجدهم بمطار دمشق الدولي وهل هنن موجودين بمطارات أخرى ضمن المحافظات المنكوبة؟ كيف تم التنسيق لتواجدهم اليوم؟ طبعا الشباب عم بيثبتوا يوم بعد يوم أنه الشباب مثقف واعي ومسؤول في كل المهام وفي كل الصعوبات يعني اللي عم تواجهنا. طبعا تم التنسيق ما بين قيادة المنظمة ووزارة النقل، طبعا كانوا شبابنا جاهزين وعلى أهبة الاستعداد لتقديم كل ما يلزم. يعني فعلا اللي شفناه في 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 هذه الكارثة الإنسانية يعني من تهافت كل أطياف الشعب السوري حتى يقدم شيء، فهذا مانو غريب. وكذلك الشباب السوري هذا مدرس من قبل تماما يعني، وهذا فعلا كان يعني ما استغربناه بشبابنا اللي كانوا فعلا جاهزين متواجدين حاضرين. طبعا مثل ما ذكرت يتم التنسيق ما بين قيادة المنظمة ووزارة النقل مع إدارة المطارات، بتطلع الفرق التطوعية طبعا ضمن برنامج بيتم التنسيق ما بين المنظمة وما بين إدارة المطارات، بيطلعوا بشكل ورديات وفعلا يعني عمل جبار يقومون به هؤلاء الشباب منذ ساعات الصباح الباكر وحتى آخر الليل. وبالعكس يعني هني بتشوفيهم مبسوطين وحابين يعطوا كل في هيك حماس حيوية وحماس واندفاع. فهدول هني شبابنا وليس فقط في مطار دمشق وأيضا في مطار حميميم وأيضا في حلب، يعني شبابنا فعلا عم يكونوا جاهزين وعلى أهبة الاستعداد لتقديم كل ما يلزم لتخفيف المعاناة عن أهلنا في هذا المصاب الكبير. خلينا أيضا نحكي ليس دور إغاثي أيضا وجهود تطوعية عم تكون على أرض الواقع، كان في نشاط لكم بمجال إقامة الدورات خصوصا الدورات الطبية منها الإسعافات الأولية، خلينا نحكي عن هذا النشاط وأيضا عن إعداد المتطوع عندكم اليوم، كيف بتهيئوا اليوم ليكون قادر هو يتعامل مع مختلف هاي الظروف مع مختلف الأحداث لحتى يقدر يشتغل بطاقته صح ويكون منظم تماما. نحن بالمنظمة يعني موضوع التوعية والتثقيف وإقامة الدورات هو شيء أساسي ضمن عمل المنظمة. طبعا نحن لدينا يعني خطة عمل برامج تنفيذية نقوم من خلالها بوضع الخطط والبرامج ويتم تنفيذها على أرض الواقع يعني بين فروع المنظمة والروابط والوحدات. طبعا من بين هذه الدورات هي إقامة دورات إسعافات أولية، وهي هذا الموضوع بيتم مع اختصاصيين من وزارة الصحة. طبعا يتم التنسيق ما بين فروع المنظمة ومديريات الصحة. هذا الموضوع هو يعني ليس وليد اللحظة ولكن صار التركيز عليه خاصة بمرحلة 12 سنة الحرب الظالمة على سوريا، كان التركيز على موضوع يعني الإسعافات الأولية والدفاع المدني وغيره من يعني الأمور اللي فعلا كنا نحن بحاجة لها في هذه الظروف. فكانت من بيناتها موضوع الإسعافات الأولية وهي مستمرة وعلى مدار العام وهي ليست وليدة اللحظة. يعني احنا لدينا خطة عمل من الأنشطة التطوعية إن كان حملات تشجير أو تبرع بالدم أو حملات نظافة وأيضا المخيمات التطوعية بالإضافة للدورات الإسعافات الأولية. وكان عندنا أيضا مبادرة مع وزارة الصحة ليكون عندنا تحت عنوان مسعف في كل حي، يعني هذا الموضوع يعني من أهميته نحن حبينا حتى يكونوا شبابنا ملمين ومطلعين على هذا الموضوع. لدينا الفرق التطوعية، لدينا الفرق الإسعافية، يعني شبابنا عم يكونوا فعلا عم ياخذوا هاي المعلومات وعم يحاولوا انه يعني اذا دعت الحاجة ان يطبقوها على ارض الواقع. بدنا نشكرك اليوم اكيد لوجودك معنا سولينا حمادي عضو قيادة منظمة اتحاد شبيبة الثورة لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكراً لكم، الرحمة لأرواح ضحايا الزلزال والشفاء العاجل للجرحى والمجد لسوريا. يعطيكم ألف شكراً عافية. لك ولا شكراً. تواجدك اليوم ويعطيكم ألف عافية وأكيد تحياتنا لكل الفريق المتواجد إن كان بالمطار وإن كان بالمحافظات ولكل منظمة شبيبة الثورة.